اليوم حبينا نديرو حملة تطوعية تنظيفية كما راك تشوفها قابلتنا الحملة ما شاء الله. ومورانا كاين متحف صح كاين بلاصة الناس ما يشوف فيها والمنظفين ما يشوفو فيها واللي هي هذه. قبل ما كان حبينا اليوم نقوه يعني ماشي لازم تكون هذه البلاصة نقية وهذه النسخة هايدا كما راكم تشوفوا الطبابة تاع الناس المخدرات القرورات فارغين أوزان مكسرين أغصان مليوحين قرورات مليوحين وعلب. حبينا اليوم نديرو حملة خيرية للتنظيف معكم التنظيف هذا المكان. المكان هذا راكم تشوفوا فيه موسخ راهم تشوفوا العلب هادو الناس دي لهنا تمارس الامور تاعها كسر الاغصان في بزاف حاجات. لما نشوفها انا قابلين مكان عمومي كبير واحد قد تجارب حمر. اليوم جات مجموعة عائلة نبيه من خير اليوم باش تقوم بهذه الحملة التنظيفية ان شاء الله ربي يقدرنا. الان دوكا انا في لافا تاع الفيديو باش نقول لكم الخلاصه هذه كيفاش ولات. شوفوا ما شاء الله مجموعه من الخير كيفاش حسنت الامور كيفاش نقات البلاصه هذه كيفاش رجعتها الحمد لله ما شاء الله. مجموعه تاعنا دارت نقدر عليه نقات الماكسيموم